حضرتك شايفة فعلا انه العقارات حاليا البعض بيقول لا ده العقارات في مصر اقل الدول في العالم اللي اسعار عقاراتها بالشكل ده، في حين ان الشارع النهارده طبعا متفاجئ ومصدوم. هل اصبحت في متوسط قدرة العامل او الموظف او ايا كان حتى اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص المتوسط؟ الحقيقة دايما إشاعة كده يعني تكبر، يعني تبدأ وتكبر وتنتشر بدون حاجة واقعية. يعني إحنا كمطورين عقاريين عندنا عدد من الوحدات فعلا موجود، وبندور ما زلنا له عن عملاء، اللي هي الوحدة الصغيرة اللي كانت تسمى بالإسكان القومي أو دلوقتي الإسكان الشباب. الوحدة دي كان مساحتها 63 متر، والحقيقة كانت تؤدي الغرض للشباب المتزوج حديثا. وكنا وهي تمنها 100,000 جنيه كنا بنقعد يعني زي ما بنقول باللفظ الدارج ندلل عليها. يعني الوحدات دي كان متبقي منها كتير لكل المشروعات، يعني اللي على حتى موجودة ما زالت حالية؟ خريطة مدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، والحتة دي ما زال بعض الشركات عندها فين بقى بعض تحديدا الوحدات عشان نقدر نخدم المواطنين برضو اللي في عايز حدائق أكتوبر. في حدائق أكتوبر عدد بأسعار كام؟ كبير جدا لا تتجاوز ال 300 ألف من على 5 سنوات أو 7 سنوات يعني. يعني وما زالت موجودة وما زالت مطروحة، ولكن إحنا فكرة إن فاتك المير يتمرغ في ترابه. فكرة إني أنا بما إن بنك الاسكان والتعمير طرح وحدات، بما ان الدوله طرحت وحدات، مع ان الدوله طرحت وحدات في مدينه 6 اكتوبر سعر المتر 7800 جنيه وفي الشيخ زايد ب 10700 جنيه. واحنا كمطورين ما زالت الاسعار للمتر تتفاوت ما بين 3000 و3500 جنيه في لسعر فندم في حديقة في حدائق اكتوبر. فقط يعني في مكان انا محدد. بتكلم عن مكان، يعني انا درساه، لاني لو اتكلمت عن اماكن اخرى جايز يكون كلامي او احصائياتي غير محدده. فانا بقصد انه احنا بنفضل الفرصه تبقى قدامنا ومتاحه، وبعد كده لما يعني ما نقبلش عليها نبتدي نقول اصله حصل، اصل الاسعار، اصل التصور. لكن في ناس كتير جدا يعني اهتمت بالمبادرة دي اللي بدأت من 10 سنين من 2008 لإسكان الشباب، وفعلا حققت نتائج دلوقتي. وبتقول أنا ساعة لما اشتريت سنة 2008 و2010 واستلمت في 2013 وحدتي لم تتجاوز 90 و100 ألف جنيه وكل